يعني ريحه البخاري من دحينه ولا احلى كمان. ودائما يمكن لما نحب حاجه ندخلها من الاشياء الصحيه لو مشينا على خلينا نقول نظام صحي. وانا عن نفسي دائما اول اسبوعين يحليلي اكون فظيعه في الحياه الصحيه، لكن كنمط واستمر فيه على طول دائما ما اعرف اعمل هذا الشيء. بس كيف ممكن نعمل حياه صحيه لو حتى 3 أسابيع بس، على يعني خلينا نقول على أصولها؟ هذا اللي اليوم حنعرفه مع اختصاصية التغذية والتثقيف الصحي تينا شعوري. ويسعد لي صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك تينا حقيقي، يعني دائما أجي أبغى أعمل شيء نمط حياة صحية خاص وأدخل في المود وأنزل أشتري الأغراض أسبوعين، بس أكتشف إني مثلا في أشياء عشان أنا بحبها أدخلها على أساس إنه هذا شيء صحي، صح، لكن بنكتشف إنه حتى هذا النمط ما بيكون 100% سليم وصحي يعني. أكيد. فكيف أنا فعلا أمشي 3 أسابيع بنمط؟ هن بيقولوا هذا إنه بده الجسم 3 أسابيع يتعود على العادات الصحية. يعني حي العادة بدها تكتسبيها بدها على القليلة 3 أسابيع. مشان هيك اللي بيعملوا حميات كتير أو بيحاولوا يغيروا كتير بأكلهم ببلشوا أول أسبوع كتير منيح، تاني أسبوع مثل ما قلت، ثالث أسبوع ببلشوا يدخلوا شوي شوي شوي. هلأ أنا النصيحة اللي رح أعطيها اليوم هي إنه كيف نغير حياتنا قدر المستطاع من خلال 3 أسابيع كبداية أكيد، وكيف نقدر نكمل بهذا الموضوع. وإذا بدك نقسمهم غادة على أسبوع أسبوعين 3 أسابيع مشان هيك يكون عندهم فكرة أوضح. يعني جهزوا الورقة والقلم. الورقة والقلم. يلا أنا مستعدة. أول أسبوع دايما أنا بقول لازم نبلش بالتحضير، يعني نعطي يوم لحالنا إنه نعمل بلانينج أو نحضر شو الأكل اللي بدنا ناكله خلال الأسبوع، نشتري من السوبر ماركت شو نحن بحاجة له، نحدد أي أمتين بدنا نروح على الرياضة مثلا، نحط تقريبا يعني نقدر نقشع أسبوعنا قدامنا من أول يوم بدنا نكتبه ونحط البلان. حلو. خلال الأسبوع أول أسبوع أنا بطلب بس شغلتين، نزيد بشرب المي ونوقف تناول السكر والدهون بشكل عالي. يعني أول شيء نزيد بشرب الماء، يعني من 2 لتر لـ3 لتر على الأقل حتى لو مش عم نمارس رياضة مشان ننظف جسمنا من السموم. ثالث وأهم نقطة، نختار وقت اللي بدنا نشرب مثلا شاي، نحن منحب نشرب شاي كتير، ما ناخد الحليب العالي الدهون والسكر. يعني إذا أخذنا مثلا الرينبو اللايت اللي قليل الدهون مع كبية الشاي اللي عم نشربها، أول شيء عم نخفف كتير من السعرات الحرارية، تاني شيء لأنه ما في سكر ولأنه قليل الدهون فعلا بيساعد على ضبط الشهية. هذا الشيء لأنه المشروبات اللي عالية السكر والدهون الناس بتفكرها أنه مشروب ما بيأثر كتير، بالعكس بيفتح الشهية بلخبط مستوى الأنسولين وهذا اللي بيؤدي لزيادة الوزن. كده لازم نوقف سكر. وحتى السكر لو أخذنا ناخد شيء لايت زي اللي معانا اليوم أبو قوس ونحطه مع كوباية شاي ونشربه، هذا بيكون فاين. تكون اختياراتنا كلها من دون سكر، حتى العصائر تكون من دون سكر وإلى آخره، والماء مثل ما قلنا. هذا أول أسبوع. أول أسبوع يعني عم نحكي 6-7 أيام بيمرقوا بسرعة، إنما هولي أول أسس. تاني أسبوع مننتقل بقى للتطبيقات الأكثر شوي سيريس أو جدية. هون بدنا نبلش ندخل الرياضة بشكل بالتزام كبير. وهون غادة بدي أعطي نصيحة للرياضة، لأنه مع الأسف الناس بس تقولي لهم رياضة بيشتركوا بالجيم وبيروحوا بيقعدوا ساعة 2-3 ساعات. طب شو عم تعملوا بالجيم؟ لا بيتعرفوا على الناس. منروح من ماشيين لماشيين، منضيع شوية وقت، منفوت على الصف عجبنا، منظهر من صف تاني ما عجبنا. تضيع الوقت بالرياضة أول شيء بيخفف من الموتيفيشن تبعنا، يعني بيبطل عندنا نحن هيك لذة نعملها لأنه ما منشوف نتيجة. تضيع الوقت بالرياضة أيضا بيأخذ من وقتنا وما عنده المفعول اللي بيضيع وقت غيرهم كمان، لأنه أيام ناس بيجوا على الجيم وبيضيعوا لي وقت لأنهم ما بيلعبوا بيتكلموا معايا. وهون بدنا نحكي على أهمية الرياضة من 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 ناحية القوة ومن ناحية الوقت. الرياضة الفعالة هي اللي ما بتتعدى بالضروري 40 دقيقة، إنما 40 دقيقة متكاملة بدها تكون على درجة عالية 3-4 مرات بالأسبوع. بس منا بحاجة إنه نروح 2 ساعات كل يوم على الجيم. سو مندخل الرياضة على نظامنا بهذا الأسبوع، ومنبلش نشيل قد ما فينا من نظامنا الغذائي الأكلات اللي كتير مصنعة، يعني التشيبس والحلويات العالية الدهون والسكر، المشروبات اللي فيها كتير سكر، ومن
بنبلش ندخل النشويات المركبة، القمح الكاملة، الرز الأسمر، الكينوا، حتى البطاطا الحلوة، البطاطا العادية، إنما مطبوخة بطريقة صحية. تينا يعني أنا فكرة أني أحرم نفسي كمان هذه بتكون يعني ما نقدر ندخل أشياء، يعني هي إحنا حياة صحية ما بتصحي وكل شيء، بس يعني ندخل الشيء اللي نحبه مرات بلا. نقدر بلا هذا، بس نحن لأنه بأول 3 أسابيع لازم شوي نشد أكثر على حالنا مشان نفوت على الطريق الصح، وبعد 3 أسابيع أكيد مش رح نعيش كل حياتنا هيك. أنا بشتهي أشياء غريبة عجيبة كل أصلا في حياتي، مثلا يعني أنا مثلا زي ما ذكرتي مثلا شيبس والدونت أنا ما أكله في الأيام العادية، يعني أنا في حياتي تشتهي، بس وقت ما خلاص أقرر حياة صحية ألاقي كل الأشياء اللذيذة دي بشتهيها. يعني نحن دائما بنقول 80% إذا فينا نمشي 80% من حياتنا بطريقة كتير صحية ونعطي لحالنا 20% تزعبر من هون ومن هون بتكون حياتنا كتير صحية، ما في مشكلة أبدا. دحين تاني أسبوع خلصنا تاني أسبوع، لكن دخلنا الرياضة، ابتعدنا قد ما فينا عن المأكولات العالية التصنيع والسكر والدهون، مننتقل بقى لتالت أسبوع يلي هو كمان مهم كتير. هون بدنا نبلش نعمل نسيطر على السعرات الحرارية اللي عم ناخدها. تاني شيء وأهم شيء نعلم حالنا ننام بطريقة كافية، والمهم كمان أنه ناكل بوعي أو mindful eating، يعني ناكل بوعي، يعني نشم الأكل نطلع عليه نعرف مين طبخه كيف طبخه. وهون رح أعطي تب كتير لذيذ وفعلا بيساعد، لأنه وقت تكوني عم تاكلي بوعي، دراسات بيانت أنه زيادة الوزن أقل بكتير، لبل بتكوني عم بتنزلي وزنك إذا أنت بحاجة. إذا مناكل مثلا بالإيد اللي ما منشتغل فيها، يعني إذا نحن منكتب بإيد اليمين حاولي كلي بإيد الشمال، تلقائيا صار عندك وعي أكبر على اللي عم تعمليه لأنه بديك تركزي. تاني شيء عم تاكلي ببطء أكثر، والأكل ببطء هو معروف أنه بيساعد على التنحيف للأشخاص اللي عندهم وزن زايد. حكينا عن النوم، النوم أساسي 8 لـ 9 ساعات على الأقل. قلة النوم غادة هو من الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن في كتير أشخاص ما معها خبر، لأنه بيرفع مستوى الهرمون الإجهاد أو الكورتيزول. أيوة. وايضا تاني يوم اذا ما كنت نايمه منيح لاحظي على حالك بتكوني عم تشتهي الحلو، بتكوني عم تشتهي الاكل، بتكوني جوعانه مش عارفه شو بدك غير انه تعبانه ومزاجك عكر والى اخره. وايضا بينت الدراسات انه النوم الكافي بخلي هرمون اللبتين او هرمون الجوع نكون مسيطرين عليه اكثر، مشان هيك الجوع بيقل وقت تكوني واعيه شبعانه نوم. صحيح، واحنا نايمين كمان جسمنا بيحرق سعرات حرارية، يعني مش بندخن واحنا نايمين، لا بس لا. شفوني نمت زيادة انت حتتخن، اقول لك اذا بتنامي كل النهار يعني لا اكيد لا مش كل بس نوم الليل الساعات الطبيعية بتحرق انت وبتحرق وبتساعد وقت يكون النوم بالليل، يعني هو ايديالي لازم وقت تغيب الشمس نامي وقت تطلع الشمس توعي. هيدا المثالي، هلا كثير ناس اكيد ما راح يطبقوا هيدا الشيء، بس كل ما قرب موعد النوم تبعك على غياب الشمس وكل ما قرب موعد انه توعي من النوم على طلوع الشمس كل ما كان جودة نومك أفضل. يعني هذه 3 أسابيع لو مشينا عليها 21 يوم وبعدها ممكن نكتشف إن إحنا حابين وبنكمل لأنه خلاص تعودنا صار نمط حياتنا. من بعدها بقى بطل هالقد صعب إنه تفوتي عادات جديدة، صار عندك الأسس المهمة. هلا أكيد إذا بتستشيري أخصائي بيعطيكي بتحديد السعرات قديش لازم، قديش لازم تشربي ماء لجسمك، شو لازم تاكلي إلى آخره، بيكون أسهل. بس حتى إذا كنت لحالك وأنت عم تقولي خلاص أنا هالسنة بدي أغير حياتي، منبلش بثلاث أسابيع تغيير وين بيصير الجسم أصح، وين بيصير حتى مزاجك بيستقبل أفضل العادات التانية الصحية. يلا قرب شهر 12، إحنا كل شهر 12 خلاص أنا السنة الجاية حنحف 7 كيلو، هذه كل سنة أعملها أكتشف أن نزل 3 أرجع أطلع 2 كده يعني، فلازم فعلا الواحد يمشي على نمط صحي حقيقي ويتعود عليه ويحبه، وفي الآخر ما في أحلى من صحة الواحد اللي يهتم فيها. شك. ما في شكرا لك تينا شعور لوجودك معنا اليوم، شكرا. اختصاصية التغذية والتثقيف الصحي.